السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من آخر خلاص. معكم محمد نور الدين. القائمة النهائية لمنتخب مصر المنتخب الوطني لكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، والبداية يوم 11 يناير عذرا القادم بإذن الله تعالى 2022. أربع حراس مرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد. في الدفاع: أكرم توفيق وعمر كمال وأحمد حجازي ومحمود الونش وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمود علاء واحمد فتوح. احمد فتوح باك شمال طبعا، واكرم توفيق باك يمين. ده المتوقع اللي هيكون في البدايه معاهم احمد حجازي ومحمود الونش امام حارس المرمى. في خط الوسط: محمد النني ومحمد فتحي وعمرو السوليه ومهند لاشين وامام عاشور واحمد سيد زيزو وعبد الله السعيد. وفي الهجوم او بمعنى صح الجناح: عمر مرموش ومحمود تريزيجيه ورمضان صبحي ومحمد صلاح. والمهاجمين: مصطفى محمد ومحمد شريف. ابرز المستبعدين طبعا من القائمه اللي كانت تضم 40 لاعب هم: في حراسه المرمى محمد فوزي، وفي الوسط مصطفى فتحي ومحمد مجدي قفشه وابراهيم عادل واحمد رفعت ونبيل عماد دونجا، وفي الدفاع احمد ياسين ومحمد هاني ومحمد حمدي ومحمد عبد فتح الله واحمد رمضان بيكهام ومروان داوود، وفي الهجوم مروان حمدي واحمد سيد احمد حسن كوكا واحمد ياسر ريان. متابعينا الكرام، اشترك القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.